بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. الفن الثالث علم البديع. بديع يعني اشتغل بعجائب، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. يعني شيء غريب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وك مشهورة ألين عالميك بناوي عبد الله كري معتزي عباسي، أو أم علمي نامنا وبعلمي بديع، ولدورو بلي صالي دو صو حفتا شواري كوشي. علمي بديع وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. ديالك علمك يعني ملكيك، قدرة توانايك علمي اگر كسيك هيبو لرقية وأزانيك أو كلام شنية وجه جوانيك. يعرف به معرفتك، يعني شي يعني معرفتي تصورية، معرفتي تصديقي. قال والله بدو كان بوشي أي يتصور معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها. أجر كسي شار زي أم علم بي أو جاء زاني أم وجوهان بخوان، يعني شي جاري بلها مشتي وكو تصور طباق، يعني شي مقابلة، يعني شي جناس، يعني شي شي يعني شي هم أوجهاني كباسكرين معاني كان أزاني. ويعلم أعدادها سرنجام إجزاني تشندن ودواتريش وتفاصيلها وردكاري لباري يكبيكي أم وجهانوا. طبعا وانيك أزاني بقدر الطاقة، يا أخو لدروي طاقة إنسان أصلا المكلف نيبوهيشتك، وانيك مكلفة بقدر الطاقة. والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر. لبيرتانا كريمان كوتو ولم عبارته لبيرتانا شن بولا برا شخصو بيانش شخصو بيان جيبر ييك سرتاي كتابك للا برا شخصو بيانش. خطيب رحمة إخوائي بيدعى وكباسي بلاغاك أفرمي وتتبعها وجوه أخر أو وجوهان تورث الكلام حسنا. تمام جائس. والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. جا قد يقد بدن لشابكا بحسابي خوي قوسك داخستو بس قوسك دامخن. وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسن أو جا قوسك داخل شكا همي هر قولي خطيبة. تاوم لجا يعني دواي أوك كلامك ألين با بليغ به دواي باسي بلاغتي كلامك أو جا كوماليك وجهي جوان دي بشويني أنباسا كأوني ترى كلامك جوانك سر رايهبوني بلاغتي آيا ببي هاتنا دي أم وجهانيش سيركي كلامك أوني ترى جوانا بي. يعني لذاتي خويا كلامك كلامك بليغ جوانا شوكا همو مواصفاتك بلاغيتي آيا بلام زياد لو جوانية إسا أمانة باشكوي باسي بلاغة كان ويا وتمان علماء فرمون علمي بلاغة هر علمي معانو بيانا يتر علمي بديعة كملحقة. آوا يعني كلامك لذاتي خويا الحملة جوانة شوكا بليغة بلام بشويني أو باسا أكري هني رتشاوي هني بابتي تريتيا بكريا كبيانو تيا محسينات
يعني أوني ترى كلامك جوانك. جاء وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. إمام تفتازاني أفرمي وقوله بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة أي كي تفسير يلبا محزوفة بنس وضوح الدلالة أي كي دلالة كلام واضحة أي الخلو عن التعقيد المعنوي كاتيا كديار كلامك تعقيد معنوي يا نبي أيو باسي تعقيد لفظينا كملاجا شكا تعقيد لفظي على عقب فصاحته أساسا نجا تعقيد لفظي تيابي يعني فصيحني كفصيحنا بوحد من بليغشني أي موت معنا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحالي يعني أبي كلامك بليغ به كبليغش به فصيح به ورعاية وضوح الدلالة. جاء وقوله أما إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين. أمزر فيك ليرداناوا قريكيتي بيجيبتو أم وجوهانا كاتيا كلامك جوانكا تو رشاوي أم دو باسو كردبي لكلامك بيشتر رشاوي أم دو باسو كردبي يك كلامك مطابقي مقتضى حال بي دو لروي دلالة شو واضح به تعقيدي معنوي تيانا به أو جا دواي أو دو باسا اتتوقسب كل سر أو آية ومحسنات تيايا تيانيا كابي محسنات كاتب محسنات دان ريكا چي اكشون ككي شي بلاغين به كلامك مطابقي مقتضى حال به وتعقيدي معنوي تيانا به أوها أو جا دواي علي محسنات أنا محسنات خوانا خواسا أقر تولى جورو إيشك خراب بي ولو لا شبيري والله اللي رو جواني كم بمحسنات شي جوانك وقع عرب علي من بره الله الله من جوا يعلم الله تولى درو سيريك عيبينية كسي لنا وصيرغي ويران ويران رونا يسع عبارتك باش. أو جا والظرف أعني قوله بعد رعايتي أو متعلق بقوله تحسين الكلام. أو ظرف إن شاء الله ظرف لغوة ظرف مستقرني وكفتان خندوتانا متعلقني بأفعال عامة محذوفة متعلقني بحصل وبثبت وبأوجتان أي متعلقة بشي متعلقة بو تحسينك مصدر. وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايته. كوابع أو دوباس باسيان هيا أو جا تو باسي تحسيني كلاميش أو جا باسي تحسيني كلاميش بك باسيان هي يعني باعتبار بملاحظة أنك بوجود شكا أم باسانا همي هربية كوية ملجا يعني تو كلاميك أغيني وجهك تحسيني كيايا لم وجوه تحسيني محسناتا أبيه هاوكات بي لقل أواك كلامك مطابقي مقتضي حاليش بي وهاوكاتش بي لقل أواك تعقيني معنوي تيانيا نقبله يعني بعدك يعني بعد يتي وجود يعني إلا أبي أمانة هبن سرتا إيه ولا دواء أو محسناتك عن شنبو دانية نا وهر علاقي باعتبار ملاحظة وهي يعني أم باسا وايدا بنية تو وايدا بنية أين أخوة الرواقع وانية بس تو وايدا بنية بيجة
أبي السرطة مطابقي مقتضي حالي تيابي و تعقيدي معنى بشي تيانا بي وضوحي دلالي هبي أو جاء الدواي أعوى بلي والله قيتك أبا محسنات شي تيابي أجنا همو باسك أنهر بيكون أو كلامك مطابقي مقتضي حالي هر أو كلاميك تعقيدي معنى بيتيانية كواضح الدلالي هر أو كلاميك محسنات كان شي تيابي همو بيكو همو باسك يعني بحسب وجود ليكاتان ملجا بوي اما علين با امزر فمتعلق بي بتحسينك شكا متعلق نبي با او متعلق بي بيك الافعال عامه كمتعلق بيك الافعال عامه يعني شي يعني حصولي هيا دواي او دوانا بحصول بوجود بثبوت اوا بكون دواي اوان او جا تحسينك بي ابي دواي نبي اخواني حالي بي ملجان بوي افنمي وقوله أو ظرف بعد الرعاية أو متعلق بقوله تحسين الكلام يعني ميك متعلق بفعلك مقدر لأفعال عامة وكو حصل وكو ثبت وكو وجد مثلا شكا قروائي ليبكي يعني أمدي وباس باس عن هيا وكو بون دوائي أو باسي تحسينك إيش دي تبون ديوايا نا والله رونا يسا وهي أي وجوه تحسين الكلام ضرباني أم وجهاني كيما باس يعني كينا لين إن شاء الله كلامك جوانكا وخيان علماء كدونيا بدو جوروا جوري كان معنوي لبرامري شو جورا كثيرا لفظي معنوي يعني شي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات يعني أساساً على قيبة تحسيني معنى وهي أساساً أنا بيجم هيش بيوندي كيبة تحسيني لفظي ونية نا بس أساساً هر بيوندي بتحسيني معنى وهي راجع إلى تحسيني المعنى أولاً وبالذات أجنا الرنقة لهني أو محسنات معنى ويانا سيركا هاوكات محسيني لفظي جبه رنقة بلام أساساً خويبو تحسين معنى وكدان راوه وإن كان يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا باشا ولفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك كذلك يعني شيء يعني أولا وبالذات وإن كان قد يفيد بعضها تحسين المعنى أيضا أولا يقصك محسنات لفظي غايتك اللي يعني بريتي له تحسين لفظ أقل باليا تحسين معنى إيش كعيبتي محسناتي معنى بيش غايتك ليه أن تحسيني معناه أقل لفعل تحسين اللفظ يشكع بيشي أما المعنوي فمنه المطابقة تركوا تعريفة كيما بازكرت يسا برسيارك أويك بو محسيني معنوي لبيش محسيني لفظي وبازكر دوا إمامي تفتازانيش أفرمي قدمه أو قدمه جوابي أو برسياري إيمية يعني خوبة نتيجة أمدو أنا هر محسين بوشي أما يعني لبيشي أو كيانا ويا هل يمكن هروكو يك محسين وكشون وجود عدم بو ممكن على السوية مرجحي كي غرك كترجيحي وجودك يبدأ بسر عدمك يا عدمك بسر وجودك أمش آواي خوب النتيجة أمدو أنا هدو كان محسنين شي محسيني معنوي بيه شي لفظي بيه بس تو أبليبا من إيسا بوشي باسي محسيني معنوي يكم جاركي إمامي تفتازاني أفرن لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي هو المعاني والألفاظ توابع وقوالب لها ولا بويا محسناتي معنوي بيش خستوا شو كمقصودي أصلي غرضي سلتائي أساسي لم علما بريتيا لم معنى أخوه قماني تيانيا إيوانيا أي ألفاظ والله الألفاظ توابع وقوالب لها ألفاظ تابعي معناه تقول يموتوا معنى إن الكلام لا في الفؤاد أما دال لدال قلبي معناك أو إيك أساسك يا معناك تقول لي دي للريقي أم لفظانا وإيكيني يعني تبريد الطلقسة
دعيتي للرقي لفظ أي يعني كابي لفظ كان تابعي قصك وقال بيشن بطبيعة حلبو جاندني معناك شو كتقول الرقي أو معنى لفظانة أو لفظانة أكيد بقال بيك بو لقالب داني معناه كان إترتو لفظ كان ود معناه كأجيني رنگ أليرا خلقية ببرسي بيجي خوباسي محسناتي لفظي كمترن لباسي محسناتي معنوي أقد قد بدن لفهرسي أم برقى ملايين سير محسناتي معنوي لا بردو صدو حوتو دس بيك لا مطابقة و اتر بيها أروع مراعاة نظيرة إرصادة مشاكلة مزاوجة عكسة رجوعة تورية استخدامة اتر حر بيها أروع حتى دو صو شصو حوت بس سير محسناتي لفظي بك لدو صو شصو نو دس بيك لجيناس حتى لزوم ما لا يلزم شصو نوب ونو هشت يعني حسابك سيلا بره بلا محسناتي معنوي دو صو حوت ودو صو شصو حوت يعني شصو بره حسابك دو أواني محسناتي لفظية بي جائسة أو برسيارة اللي يو دروسة بي ملايين أو برسيارة اللي يو دروسة بي يعني مفروضة ما دم محسناتي لفظي كما زو أمي ببرياتو أو جاب شوية تسر محسناتي معنوي يعني وجهك ترجيحي هي بو تقديم محسنات لفظي بسر معنوي شا أبيش شيا قلة مباحث باسكاني كما دي بيشي خبسر محسنات معنوي كباسكي زوان أليو لو منطلق وكابرا برسيارك يكردو هر شما كوتيشم أمدوانا هر دو كان بالنتيجة هر محسنات يبو أميانا خيدها بيشي أويانو أبيش الله والله وجهي بيش خصني محسناتي معنى يبس اللفظية أو يك غاية أساسي كلام علما بريتي لباسي معنى مثل الفاظ تابعة قالبي معنى فمنه المطابقة أو جابا بيابين بيجميرين محسنات معنى يكا تقريبا إمامي خطيب رحمتي إخوائي لبي لم تلخيصا لدور بري بستونو محسيني معنوي باسكدو يك دو سي شو أقل نبي بسي لفهرسة كاسية تقريبا بسنو تاسي محسيني باسكدو يكي كان بيال مطابقة يعني موافقة وتسمى الطباق والتضاد إمام السيوطي لعقود الجمانة كيخوي أفنو بيش يغلين مقاسمة وتكافؤ أو دو ناوشي هيا دوينة كسيري درز مكربوتان بو مصطلح يكبا دياري كراوي نك بو أصلي باسكا بو مصطلح يكا دواتر إمامي تفتازاني باسي أكا أفرمي جوري طباق هيا هني العلماء بيغلين تدبيج تدبيج أبو أو مصالحة حزمة كربزانم أو عالمي كيك أو ناوي ناوة تلسيري زور كتير ممكن نقيشتن بي نقيشتن بوك عالمك كيك على كلين لوي سيري أو عقود الجماني إمامي سيوطيم كرد شتيكي زور غريب وخوش جيكي اهتمام حقيقة اللوي برشاوم كوت نموني زورن إمامي سيوطي نموني زور أبو أنباسانا أرب والله آيات يكنية دوان نية سيان نية حديث يكنية دوان نية سيان نية إخوي غايتك يشهر أوي يعني تو شواهد زور بدا سوبي على العموم مؤلفاتي أم علمانا شواهديا كما على العموم بو هرباس يشاهد يكنية تو إترزوات اللسي ناروة بس أونا والله ما شاء الله بتايبتي لو جيغاك دوني سيرم كرد برا والله شواهدي شاك شاك حديثي صحيح مسلم حديثي معجمي طبراني
حديثي داي أبو نعيم حلية الأولياء قشيه يعني أبو أنباسان مطابقة يا طباق شيء ملاجئ زرت الله يخو ما هم شرب طباق أم الصلح وهي الجمع بين المتضادين ولا طباق أويك تو لكلامك دوشت بيكو كوكيتوا دوشتك دوشمن يقبل آخر متضادين يعني علاقة تضادها بلا بيننا بو معنى يا نا بجورك لجوركان نا تبعي لبيني معنى كان يانا هبه آوة أقل باسي تضادك يكون مصطلح تضاد باسي تقابلة بلام حاوكات شان بشاني باسي تضاد إما مصطلحاتي تريش معنى ملك تقابلي تضادي من هي تقابلي عدم ملك من هي تقابلي إيجاب السلب من هي وانا ما انكشتينيه نما خوندو لباسي تقابلا جائسة ام تزاده المخصد بو تزاده اصلاحيه كلا برانبري عدم ملكو ايجابو سلبو اوانو بكاردي خطيب خويا افرنا والله اي معنيين متقابلين في الجملة اوه ام متزادين الريك باسي اصلاحك الي مقرف اي شي يعني بلي هرچونه بي ام معنانا بجورك لجوركان اكري لبرانبري يكو وكو دو معناي ناتبا وكو دو معناي دجبا يك تو بويان برواني آوه دي اگر واي ليبكين اوكا تفراوانا بمعنى اتر باسي رنع عدم ملقي ديتناو باسي ايجاب سلبي ديتناو حتى بقر باسي اشتي تريشي ديتناو واناك ملجان أن يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور وإمام تفتازاني بيان عمومية مصطلحك أكال يرى كما دمت ومعناك أول يبدأ سيرك فراوان به أقرب معنى تسك بر تسك كي خوي بيجري أويك لبرانبري عدم ملك وإجاب سلب أوانا إجرين والله معناك بر تسك بس يسنع فراوان به سواء كان التقابل حقيقياً أو اعتباريا وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضايف أو ما يشبه شيئا من ذلك تمام؟ دي ألي الرنجة تقابلك هر تقابل في راسقي نبي يعني أجا توب خلقي بسبيري بالفعل بيجي والله عنده اشتهل لبرامريك بالفعل وكو شي وكو باسي قدم وحدوث دو باسي دش بيكنين ملاجا قديما يعني مسبوق نيه بعدم اي حادثة يعني مسبوقة بعدم اتروات الدعاء دو باسي دش بيك بلام هني تقابل هيا خويل الرواقعي ومعنى كان متقابلين بلام توب اعتبار تواني بيك متقابل وكو شي ملاجا وكو باسي احياء واماتة إحياء وإماتة دو معنى متقابلا نا والله كوا إحياء هر إيشي خوايا وإماتة شر إيشي خوايا هر بكان فعلا تقابل إيشي بس أسري إحياء حياته أسري إماتة موتة بو اعتباري أسرانا أسر كان دشمني يكن أي برهمي إحياء حياتني ملاجا برهمي إماتة موتني أي وتدي موت حياتك دشمني يكن بس خويا باسي موت حياتنا كين باسي إحياء وإماتة كين لإحياء أمياته هل كان فعلا هل كان إيش إخوان هل كان هل يكشتن بس برهني إيشك جاوازة أوا لأكري أبو اعتباره في أن بيشين والله أمانة متقابلا رونا ياو كوت من تقابلك تقابلي تزاد به وكو دوشتي دشبيك وكو باسي سوادو بيازك خوتان خوندوتان وكو باسي حركة وسكون وكو باسي اجتماع وافتراق تزاد وديارة هل كان دوشتي وجودين دوشتي وجودين أم هر وجودي أو هر وجودي دشمن يكشن بيكو كون أبنوا افتراق أنا بيقيت يك لهن يعني منالق تقابل تزادات ولا افتراق أنا بيقيت يك طبعا اجتماع النبي حتما الرشوش بي بيكو كون أبنوا يعني اشتي نير رشيش بي سبيش بي طبعا أكره هيش كامي النبي سورة زردة مورة فمية هر رنجي كتر يا رنج تقابلك تقابل إيجاب السلب بيكو باسي إنسان ولا إنسان
إنسانك موجبي ولا إنسانك سالبي دشمنيك انديا يا رنا تقابلك تقابل عدم ملك بي وكو علم جهل وكو عمى وبصر وكو حياة وموت بلاء وخلقان وكبيان ويا موت اشتكي عدمية بلتي لعدم حياة إنك بلاء وخلقان وكبيان ويا وجودية بدليل آياتي الذي خلق الموت والحياة معنى خلق رويتي كله يعني إيجادي كله أجر خلقك خلقتي إبداعي به أبدينا أجر خلقي اختراعي به يعني اتصافي خلقي بيوهك آوه خلق الموتى يعني موتي كله بوصف خلقانيك يعني خلق أمريني على فلانك اسميت جاءوا جرى خلقي شمانه هي ملاك يعني بيقولين خلقي اختراعي خلقي إبداعي يعني بيداني وجودي محمولي الله خلقنا يعني أوتا موجودين خلقنا يعني هرباسي مباسي خلقك بس الله خلق سوادنا يعني شي يعني امي متصف كل برني السواد هو خلق السواد هيج شكو السواد يكي كلوش تانك وجودي محمولي شيء وجودي رابطي شيء بس الله خلق العمى يعني شي يعني خلقي اختراعي كر يعني وجودي رابطي دابا عمى علي زيد أعمى أنا عدم عمل ذات خويا معدومة خلقي إيجادي رويتناك ملجا خلقي إبداعي رويتناك أبلي ولا وجودي محمولين بيدا وجودي محمولينية معدومة تغيشتن يا رنة تقابلك تقابلي تزايف فيه وكباسي أخوة أخبو أخ متزايفا هسن ودوش من يغني وكباسي أبو ابن مثلا وكباسي عموم وخصوص مثلا متقابلين على أويان عامة أويان خاص أو أبا أو ابن مثلا يا أو ما يشبه ذلك هرشتي كيتر هرشتي كيتر كلام باسانا بشي يعني لجير باسي تقابلي تزاد داجين بيدوا إجاب السلب عدم ملكة تزايف والله مهربوني أويلي بك أما أنا ندج مني يكن أي شربيه أي شرط باقي بيدي تدي شو نبي ملاجئ نخير إجابة السلب دائما نقيضية كن علي إنسان لا إنسان حيوان لا حيوان بس عدم ملكة شتكي وجودية لقال شتكي عدم إضافة ولا أوشت وجودية بس هاوكات أبيشت معدومك لعباس عدمك لياقتي اتصافي بشت وجوديك هبه آوه جاهل بس جهل عدم علم عما من شأنه أن يكون عالما عما عدم بصر عما من شأنه أن يكون بصيرا ميت باسي عدم حياته أبو كسيك ولياقة حياتها بيجي ناخذنا لأم كرسي ميتة أو موبايل ميتة فصحى إلا مقرب مجاز وكوالا بحري ميت شكرا وكي نروى حلو شنو خويا راوى ساو وهاوكات هي الشيكا ناجي أو نسويرة تبيقال بحري ميت أنا ميت يا ملاجة أو شكرا ميت وكوت من عدمي بيه أين أجر وجودي بخير شكرا فلي وما حلي ميت اشتيا كوالا وانا بشي وكو شي مثلا ملاجيان وكو مثلا خواي قورا فرميتي أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا والله أو خلق غرق كران يعني لآوة تقول غرق باسي آوة ملاجة أي دعي والله دعي فأدخلوا نارا أي غرق كران لآوة آو فأدخلوا نارا أو جباسي آقر باسي او اگر خوين بو خوين بذات اگر نيش يجين دشمن يكر دشمن يكن ابي طلب خو بمواصفات دشمن يكن حتما باسي او سردي لي ونزيكا باسي اگري گرمي لي ونزيكا ايوانيا دي سردي گرمي دشمن يكن او اي يعني هر چون يك بي اگر تو وجه ببيني تو بو هبوني دشمنياتي لبيني ام معنانا هر ابي بو اوكا بيكي بباسي طباق ومطابق ويكون ذلك
الجمع بلفظين وهي الجمع بين المتضادين طبعا او جمعا لرقيد لفظ واكي راس محاسينك محاسيني معنوية بلام توأبي لرقيد لفظ بيكي ملجا شكا دليل ايتر خطب لفظك ازاني اشكا كدو لمعناك جاء او لفظان رنقا من نوع واحد بن نوع واحد يعني شي قطان زان الفاظ يعني كلمات سيجوريها اسمه فعل أو حرف جاء من نوع واحد به رنجا هدو لفظك اسم بن رنجا هدو لفظك فعل بن رنجا هدو لفظك حرف بن آوة يا قيشك أو من نوعين يا رنجنا والله من نوع واحد نبن مثلا يكي كان اسم بي يكي كان فعل بن مثلا آوة جاء من اسميني وكو چي وكو أوك أخواي قورا لسورة كهف أفرمي وتحسبهم أيقاظا كشي وهم رقودون أيقاظ يعني بخبر رقود يعني خولي خود أيقاظ هل اسم رقود شر اسم هل كان هل جمعا وني ملاجا أدي تعدي أو طباقة بدو اسم كراو دو معنى يدش بيكن لرقي دو لفظة وقيشتون هدو لفظة قيش اسم يا رنجا دو لفظة كفعل بن وكوتي وكو يحيي ويميت كلا شندين جيغي قرآن هاتوا لسورة بقرة هاتوا لآياتي شلوسي لسورة آل عمران هاتوا لآياتي صوبا جوشش لسورة أعراف هاتوا لآياتي صوبا جوشش كشتي هل يحيي ويميت لسورة توبة هاتوا آياتي صو شانزة لسورة يونس هاتوا آياتي بنجاو شش لسورة مؤمنين هاتوا آياتي هشتا غافير شصو هشت دخان هشت حديد دو هموي أم تقابليتي آية يحيي ويميت يحيي ويميت لسورة بقرة خواي قوراء فرمي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي ويميت دو إيشا وكو بيش متنها أما للراسية تقابلك اعتبارها إلى بيننا شكا إحيا وإيماتا كان هذه فعلا ملاج والله مبابي أو أسرك ليانا كيوتو أكري بيشي والله متقابلا وما نود أما لجان يا رنجا أو بين حرفين وكو شي وكو أويك خواي قورا لسورة بقرة آياتي دو صو هشتا وشش آخر آيات وانية أفرمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إيه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها وعليها لم لمصحة بكار دي على إيش لخسار بكار دي لها عليها فإن في اللام معنى الانتفاع وفي على معنى التضرر باسي لامك ديار سود من دلويا لها ما كسبت يعني سود ورقري لو برهمي لو إشانك كدوني وعليها ما اكتسبت يعني زيانة بيني لو إشك كدوني سود لو إشانة أبيني كدوني أقر شاك بن زياني شبيني لو إشانك كدوني أقر خراب بن أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها وريابا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها أو تقديم ونزاني قلطي وعليها أو تقديم باسي حصرا يعني كسبي إنسان خويسودي ليبيني نك خلق كسب إنسان سودقي بخويت وهكذا وعليها ما اكتسب دوبارة هر كسبي خوي خوي زياني ليكا اگر معصيت بو كسبي طاعتي خوي سودي ليكا كسبي معصيتي خوي زياني ليكا كيف خويت
يعني سان أم إيش كاو خلو إسفادي لي بكن شتوانية أم خسار بداو يعني إيش كي جن بكاو لو لا وخلق زرر من بيه شتوانية بلام أكلية لهن يجوري عبادة وكوخوتا نزانا تدعاك أي لدعاك خلق إسفادك أما لجا فخوت إسفادك تشوك دعاء عبادته أي دعاء شكي بو خلق سيرك إخوة يقول دعاك وقيراك أبو أيش إسفادك واضحة يا صلاة أي صلوات دعاء يا مثلا صدق بو مردو حج بو مردو ميش بو مردو ولا اساسا مثلا او ايشان انسان بخويك لا اساسا الا ما قال كابراهيم له وصيتي كد بيشتكي لو جوره عبادتك بو خوته بس اتواني او اجلو بعد اشتكي كدس اكوي هديك بو مردوك قيشك انا مبدئيا همك سلها ما كسبت لها يعني برهمي ايشي خوي هر بخويتي خوي مستفيده وعليها ما اكتسبت خوي شي متضرره دي ملكي داي أغرقوا فأدخلوا نارا لا هيش كام يعني أغرقوا يعني أغرقوا في الماء أو باسي معك أقل بيني تدر وأدخل فأدخلوا نارا أو أغرقش داي معك هر اسم أغرقش هر اسم أو واضحة أي طبعا لفعلانية موتو معنى تقابل لبيني دوشتا أبيك معنا كان يندش بيكبر إسا أغريقو أدخلو هيش علاقي كان لبينانيا أغريقو نار هيش علاقي كان لبينانيا بس أغريقو لاتشيا لاتشيا أو فعل ديتا دي لآوة دي أو آوة كغرق كيتيا ديتا دي دشمنياتي هي لقل آقرة بابيشي بابي مواصفاتي كهيانا أو سارد أو آقر قرمة دي بالي دي دي يعني مقابلة يعني موافقة بح نا آخر موافقة نك يعني توافق موافقة يعني أمدو أنا بيونديان بيكو هيا دي بيونديان هي بيكو بالفعل بيونديان بيكو نيا أمدوش مني أو أجدوش مني فين دي دشمنات يعني ملاك يعني بيكو متوافقين لو واحد كان دشمني يكن ها توافق شيء أو هاد دشمني أو أمشي هاد دشمني أو خوي كان دشمني أو كدو أسبي هاد كان دشمني يكن كابي متوافق لو خالة هذي كابي مطابق دي موافق إنك يعني متفق لا اشتياك رونا يسا دي ملاجيا أو من نوعين جاءوا عبارتي بيشتر وريا بن خراوني خن أو بيأي شاك بن فرموي أي لا ينتفع بطاعتها غيرها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها أو غير فاعلها دباسكري باشا أقطع ليبي أو فاعلي انتفاع تضررك لا تشيشا أو حصرة بيعبي لا تقديمك لها ما كسبت يعني لا لغيرها أو نفسه خوي إسفادك لا برهمي شاك كاري خوي طاعتي خوي وهل أو نفسه خوي متضرر زيان من أبي لا برهمي عصيانو تومدباريو سربيتيو خرابة كاري خوي هر خوي يعني لا غير قابل لا ينتفع بطاعتها غيرها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها يكجر غيرها ينسيوك كديارة فعلك كديارة أو من نوعين وكو شي ملايان وكو أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه يسميت باسي مردنا أحيينا باسي جيان
بس حيات أي حياة وموتيش متقابلين الملاجا تقابلي عدو ملكة هي لبينا دجمني يكن على كل هرشان خو يما بيشتروا تمانا أم نمونان نموني استعاريشن ونيا شكا أو من كان ميتا يعني ضالا فأحيناه يعني فهديناه ومن نوتوا دي فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة شون تويجي ولا لم نمنا أم طباقها يا ملاجان ألا إذا سيريك لباسي أحييناه باسي حياة نية شكا أحيا فعلا برهما كيف يجي الحياة دي أو حياة دجمني موتا وكو أولي والموت والحياة مما يتقابلان لو نمنانك تقابل لبينانا هي فعلا تقابل عدو ملك وقد دل على الأول بالاسم وعلى الثاني بالفعلي باسي موتك للريغي اسمه ويا أو نيالي ميتا بلان باسي حياتك للريغي فعله ويا فأحيينا أحيينا أحيي أحيا فعله دي ملاج أليل لسرو شيء أو من نوعيني إمامي تفتازاني خوي لمطولة رحمتي خوي جبي أفرمي والقسمة تقتضي أن يكون هذا ثلاثة أقسام راسي تو يجي أكري اللفظة كان لدو جوربن مبدئيا يعني يما أكري سيان من ما نبي بو شنك يكي اسم يكي فعله يكي اسم يكي حرفة يكي فعله يكي حرفة سي احتمال ما لي يا كم يا دوم من علاقه يا كم دوم نيش كا غير وايلي بكيش ما راكان زياده كا ثمانيه اسي يا كم اسم بي او دوم فعل بي يا يا كم فعل بي او دوم اسم بي ادو هريقن شكو بنتيجه يك يا كم فعل يا كم اسم يا كم اسم بي او يا كم دوم حرف بي يا يا كم حرف بي او دوم اسم بي ادو هريقن يا كم فعل بي او دوم حرف بي يا يا كم حرف بي او دوم فعل بي ادو هريقن أول قسمة تقتضي أجر تولى عقل بقري أو واجي يجي احتمال أهم حالة نهي بل أني كموسيان بس أيا للروي واقعية وهل سيكيان من هي أفرنا والله لكن الموجودة هو الأول فقط للروي واقعية وهل تقابلي بيني اسم فعل من هي أوا جاء تقابلي بيني اسم فعل إيش رنجة دوجوري هبي اسم كسرتا دوات الفعل يا فعل كسرتا دوات الاسم اسلمنا منيخو مانا اسم كسرتا دوات الفعل باشا اقتواني تان منيخي دوم بدوزنو باش بقر رمزاني امام السيوطينا هنا دي شكو خوشي لمطولة هالأوي جناوة افرين نحو او من كان ميتا فأحينا دي ملاجة وهو أي الطباق ضرباني طباق أكلي بجوري كتريش باسيكين يسو بجوري تقسيم مانكر تقريبا رنجة أو لفظاني كطباقك أجينا ليك نوع من رنجة لدو نوع ليك نوع من سي جوري هي لدو نوع من يك جوري هي بنتيجة هم يبي بچوار جور أجر ناهاد بمجملي دو جور لفظ كان لا يجي نوعا لفظ كان لدون عجواس بجورك لجورك تقسيمي باسي تنوعي باسي طباقة أو جاء بجوري كتر طباق وهو ضرباني طباق الإيجابي وطباق السلبي طباقي كان في يالن طباقي إيجاب طباقي كان في يالن طباقي سلب طباقي إيجاب ناوكي بخويتي يعني أو دو معناي كمتطابقا مقابلية هل كان معناه في موجبا ايه منك هنا معنا حاشين من من هنا وقشي هروابو مثلا تحسبهم ايقافا وهم رقود تحسبوا ايقافا ايقاف هر موجبية وهم رقود هر موجبية يحيي هر موجبية يميتو هر موجبية لها ما كسبت هر موجبية وعليها ما اكتسبت هر موجبية
من كان ميتا هر مجيبه فأحينا يشر مجيبه. وطباق السلبي يا رنيش طباقك طباقك سلبي طباقك سلبي يا ملاجيا الله والله وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي يا أحدهما أمر والآخر نهي يجاء ما يكتو بي ليك مصدر دو فعل دروسكي ليك مصدر دو فعل دروسكي مثلا يعلمون يعلمون بس يك يعني بيش يعلمون يك يعني بيش لا يعلمون يا دو فعل دروسكي يك يعني فعلي أمر بي يك يعني فعلي نهي بي اعمل لا تعمل هل دو كان دو فعل مين ليك مصدر دروس كراون ملجان ها ام جوره تقابل او تطابق بيلين طباق السلب بو چونك هر دو نمونك موجبنين بس كي سلبي تي ليك مصدر دو فعل دروس كدوا يكان مثبته يكان منفيه يكان امر يكان نهيه ابرام بريك مين ملجان ها اي تشيتر مثلا تشيتر داي وهم غير رقودين او تحسبهم ايقاظا وهم غير ايقاظ والله يرن زور عملينا بن اوان بفعل بن لفظك واغلي فعلي مصدرين اي شر التقييد به واخراج غير الفعلين وفعلين للمصدرين دو مصدر جواز من لم ينفع لي لو شان فعليك طباق دروسنا بملاج اي شر طباق دروسنا ببوجور دي بروين باش فالأول حالتي يكم كبيجم دو فعل ليك مصدر دروس كراون يكي كان موجبة يكي كان سالبة يكي كان مثبت يكي كان منفية وكو چي وكو أواك أخوي قولة لسورة الروما أفرمي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بس شي بس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون كشي لو لا ويعلمون إذا لا يعلمون يعلمون هل كان هل يعلمون هل كان هل علم شق كراون هل علم دروس كراون بس يعلمون يكيان بمثبتي يعلمون يكيان بمنفي تو او في الانطباق سلبي دي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا او من الرن بياني به جاگر بياني بيه هر بياني ظاهرة كيكا يعني يعلمون الحياة الدنيا يعني يعلمون الظاهر الذي هو الحياة الدنيا يعني أمانة هر شايفين لدنيا يا هر باسي دنيا زان باسي اشتيتر نازان خبرين لقيامة دنيا يقينا هي أو دنيا كتياجين هي بس على قيام بقيامة دنيا يا رنجيشة منك بيانين بابتدائي بيه يعني هر معنى يخوي يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني اشتيك بروالة خلق لدنيا إسفادة ليك كبريتيا لتشيش دي بردني روالتي أينا دنيا باسي كتري شيء لجيرو بس أمان خبريا لينيا كبريتيا لتشي كتيلقي قيامتيا أوه أو خلق خبريا لوني بوي هر أوي كديارة أوان زانياريان لبارو يا كبريتيا لتشيش الروالات يكا والثاني حالتي دوام ك
دو فعل هي يك مصدر بن بيكو كو بكرينا وبرامي كان فعلي أمر بي كان فعلي نهي بي. أو وكوتي وكو فلا تخشوا الناس واخشوني. أما لسورة مائدة أم تقابل هي لسورة بقري شهر هي آياتي صوبا جا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني لسورة بقرة لسورة ما إذا وقوت من هر هي ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني هل لسورة ما إذا دوباره لسورة ما إذا هي كأمن من إمامي خطيب ينايوتيو فلا تخشوا الناس واخشوني إذا فلا تخشون هي واخشوني أمر هل يكشان هلا بس خشيت شق راون أو جاء ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا من دبج المطر الأرض إذا زينها خطيب رحمة إخوائي اللي أبي أفرميه أم نمونيش كمن بيت أليم وهاوين كاني أم نمونا أين شيء وتؤتواني بطباقي حسيبكي أم نمونا وهاوين كاني أم نمونا هل تواني بطباقي حسيبكي جاء إمامي تفتازاني رحمة إخوائي اللي أبي أفرميه أو نمونا وهاوين كاني علماء بيالين تدبيج هني العلماء سماه بعضهم بس بخوا من بعضكم ندوزيوكي لم مطول قرام لو كتب إمام سيوتي قرام لم لا لو لا حاشي كان بس إيش ندوزيوكي تدبيج يعني شي جاري خوي بخوي معنى زمان وانيكي قال من دبج المطر الأرض دبجه يعني زينه يعني جواني كرازان ديوا بوجان ديوا دبج المطر الأرض إذا زينها حديث يك هي لمصطلح حديث يكي المدبج وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه ونافر من الشيخ بيقوني وما روى كل قرين عن أخيه مدبج علي أقرب خلق قرين كان قرين عادة هاو طبقا وكتو ملاميوان هاو فقير عمرتان ليك نزيك هرش ملاميوان توزيلة تبير ترى ما مساكتان هاريك فقير كان هاريك اهو جا او هاو طبقية بيوتي قرين زور مهمة انسان قريني خوي وصفيبك زور مهمة زور مهمة انسان قريني خوي وصفيبك شكا عادة لبيني قرين كان حساسيته بويا حتى علماء حديث فرمون كلامي أقران بويا كتر ورناجيرين جرحيا شكاو حساسيتها هي بطبيعة الحال إمامي قورة قورية كشي لولا هاو عصري كسيكا جرحي كردو أئمي قورية حديث حتى صورناكي جرح كراون بس للاين كي ولا لين هاو عصر كاني خويا نو بويا ألين والله يما أبو جرحانا ورناجي تمام تاو حديث شايل بيالي مدبج إتلا وجهي تسمية كي خلق لهم والله إشتكي جوانا براسي إشتكي جوانا بخوا إشتكي عندي كي يعني تو رفيق بيا حديث للرفيق يخوي بجرتوا آخر خلق وناكا ملاجة أيش إشتكي عندي كي جوانا وقت صحابة لصحابة حديث بجرتوا تابعين لتابعين أيش سببين مثلا دايك عائشة حديث إلى أبو هريرة أبو هريرة دايك عائشة يا لتابعين فلان التابعي لفلان التابعي يا لتابعي تابعين مثلا أوش تنزورنا الحمد لله أو أنا بيوتي حديثي مدبج إذا هوكو تطريزي قماش هاشون حاشية كي جواني بوكن أو شاد في يلين ديباج أو شد يعني شتي جوانا هني أوتي أنا أو دبجة لهينو هاتوا أو ها إنسان أجري
فرميس بهدو تشاو غادي تخوا تقريبا دو خطي الرش علي ريادو بس كان متقابلا هدو كانوا كيك ام لا برامبري او اجد برامبري او كو دو قرين وانا وي في علم مدبج دي ملجا. ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا جاهر او بعض اخويا وفسره تفسيري تدبيجا بمكر دوا وتيانا بأي يذكر في معنى ألوان لقصد الكناية أو التورية أجر إما باس يبكين بس لو باسا كومال الرنج باسكين يعني باسا كمان يك باس بي بس لناو أو باسا كومال الرنج بيكوكو كينو كوكر نوي او رنگانه رنگ مقصد من پی کنایه بی رنگ مقصدش من پی توریه بی آوه رنگ کان به یکو کوکر ینو ای متقابلی رنگ کان جا رنگ بکاری هنانی رنگ کان کنایه بی و کو خوندو مانه کنایه چیه رنگش توریه بی ای توریه چیه ملا جان توریه اوه یک لفظ بکار بینی دو معنی ها بی خلقو ابزانی معنی نزی که که کسی تو قلیو نولا معنی دو رکه آوه جاء أو معنى شيكتو مثلا قصيت ياكي قال مثلا من المدح وغيري هرشيك هرباسيك وصف السناء خلقك هربية جميعا بخلقك هربية بس بنتيجة لو باساناكتو إيكي كومال الرنغ بكاريان أو رنغ أو رنغانا رنغ دانيكيان همويان مثلا كناية بن رنغيش تورية بن تقريبا شتكي جوانا ما ديباج تدبيجي بيالن هرطي باقيشة فقيشة كيفاش لا تعريفك دي واراد بالالوان ما فوق الواحد ما لا جان شيء الوان جمع لو تعريفه مقصدي بي جمع نحويه يا هر جمع لغوي ومنطقيه قال انا والله هر جمع لغوي ومنطقي دوانيش من هربيه شوف بالنتيجه جمع ونيا دوان اي بو واي شي ما لا جان بشي ازاني خاص يغي جمع هربيه معناه خوي بيجيري كجمع نحويه بوتو أم معنى اللي يجري على ولا قرينة مه بقرينة الأمثلة سيرك أو نمونانا إيجاني نوا رنجا نمونا يبيا نم بينشش رنجي تيابي بس رنجا نمونا يكشمي أنا بدواني تيابي جا قدواني تيابو وكاتشي ألوانا نبخوا لونينا لونانا هو ألوان يملا نوسي وكو أو نمونا كيسي إخوانين وكو أو نمونا كوابي باسكي يمن لم باسي تدبيجا دو باسي تيايا يك باسي كنايا دو باسي تورية بوي أفره فتدبيج الكناية نحو قوله تدبيجي كنايا وكو قولي أبو تمام ك شينو قريانا كابسر أبو نهشلة لقصيديك يدريجي سيديريا قال أبو نهشل مردو كجراوتيا أميش شيني وزاري بوكاو أقل قال كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر إذن هل أوابيا أرواها تأغاتا أم ديريخ ومانا عليه تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر خضر باشا ما هيك بصفة سندسك شكرا ما إيش معنى بالرائي مضموم هيا أقر أعلى يابس نخوار لسو شي خضرك هذيك ملايتي يا بابو تنشاك مو نسيتي مرفوع على أنه خبر بعد خبر يعني وهي من سندسين وهي خضر اوه خبري بعد خبر
جاري من سندسين خبره جاري أمش خبره. لا مجرور صفة لسندسين بو لأن القوافية مضمومة لا يونس روى الردى بنسى الروي دالك بك بواو الفقيش كبيا دون قيبوك كباسي اتفاق الروي يقين ملاكين الروي أو حرف أخير شعرة ايوني هاتشي معنوت هر راء راءو بشتي رأي مضموم كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفيض ماؤها عذر قشتي هالرأي مضمومة توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر طيب يمي إيش من الرأي مضمومة يا ملجا إيش بيامين روي دي ملك تردى من ترديت الثوبة ترديت الثوبة يعني شي ملجا يعني أخذته رداء يعني كل يبري تردى ثياب الموت يعني بوشاكي مردني لبركرت يعني بوشاكي كتي أمري بوشاكي شره أنا پوشاكي مردن إنسان شي لبركة ملجان مردو پوشاكي مردن لبركة پوشاكي مردو كفنا كفن جاء عمل پوشاكي مردني لبركر يعني أو پوشاكي لبركر كبيو أمري كلمستقبلا بأم ألين مردو لنا أو پوشاكا چكو هربو پوشاكي شو أن يجري چكو شهيدي شر هربو پوشاكي خوي نيجن ملجان خو كفني ناكن تردى ثياب الموت حمرا جلو برجي مردنيش عادة سورة بو اشكو اكوش دي خويني بي ودري فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضر باورك الشيء بسرانا هلكاتي غزاني هل او بوشاك السورة صوز بو بو اشكو كابرا چو بهشت اشكو شو بهشت ايتر او بوشاك جوان وصوزاني لبركان يعني هر عيني بوشاكا سيركي بكاتي كي زور زور كم برلوا شو بيا بسرا يعني اونا كما كاتكا يشتي هر روج ما وشو نادو بسرا كاتكا زاني كابرا جلو بركي قورا يسوى تقابل لبيني او دور رنجة باسي حمر وباسي خضر دور رنجة كي باسكا دي يعني ارتد ثياب الملطخة بالدمي فلم ينقضي يوم قتله ولم يدخل في ليلة يعني في ليله رنجة ليله باشتر بينك ليلة فلم ينقضي يوم قتله ولم يدخل في ليله ليل أو رجا أو شكر ليل بشويني الرجاء بي يعني اقل الليل ببيش لبيش الرجاء بي قيشك هاد ليلتين بيبا يعني ارتدى الثياب الملطخة بالدم ام كابرا او جلو برقا قوزاوة خيناوية لبرك الدوا فلم ينقضي يوم قتله يشتي او رجاء كتياك وجراوة رجاء كتوانا بوت كتايب يناتوا ولم يدخل في ليلتين شيء بسراناتوا كشيء إلا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة بوشاك كبو بوشاك بهشتي لو سندس صوصة أو معناك شاهدك شيء شاهدك أويك فقد جمع بين الحمرة والخضرة يمشي وتمانا شيء وتمانا بأي يذكر في معنى من المدح وغيره ألوان إذا معنى كمان ليرى باسي الرثاء باسي قريانو شينو زاريا لم قصى لم باسي شينو زاريا كابرا دودانا رني بيكو كوكو دوتو الحمد لله باسي رني سورو باسي رني صوص
وقصد بالأول الكناية عن القتل وبالثاني الكناية عن دخول الجنة. جرب ويكم تردى ثياب الموت يعني أكوش لي شكو خو ثياب موت إنسان لبريناك ما لجن ثياب موت كفنا خلا بريناكن خوتو خو لبريناك أي شو لبركدوا أو ثيابه لبركدوا كبي أمري كبي وأكوش لي ثياب الموت حمرا وقصد بالأول الكناية عن القتل على پوشاکی مردنکی لبر کردو پوشاکی مردنکی سوره سور اخر پوشاکی مردنکی سوره ملک جان و کی انسان ایج لبر یکا کابی گرفت بیشی اکوش لی ایو کنایه لبریتی قتل ایدو ای ایوالا و قصد بی ثانی الکنایت عن دخول الجنة گرفتی بیشی ام کابرا بهشتیه چکو او باسی سندوسی خضره باسی پوشاکی خلقی بهشت او تقابل لبين او دورنا وهاوكات هاد دورنا كش مقصد في انتناي تيغيشتن دي ملاجة وتدبيج التورية تدبيج التورية طبعا امام سيوطي لشعرك اخويا اللي افرميه افرميه من اعم لشرح لشعرك افرميه من ام باسي تدبيج مزيال كردوا وكون ناو بردن ناو بردن خطيب رحمتي خوالي بي شكو او تلخيص كدو بنظم علي خطيب رحمتي خوالي بي يكيك يعني بنمونة باس كردوه من ناو كيشم بردوو باس هردو حالتا كيشم كردوه بالفعل لشعركا علي التدبيج هيا كنايية هيشة تولية او بلا موتا خطيب رحمتي خوالي بي ناو كي نبردوه بلي التدبيج بس نمونه کی ناوتو نمونه کیش نمونه یکی که آنها کباستی کی نه کی باستی توری کی کیانیه رونا احقا بله من سیوطی ل شعر که هر دو کیانی اتو ایشلی ولی من ام مصطلح مزیال کدوم بسر خطیبه یعنی وکو ناو بردن وکو ناو بردن وکو تنویعش هشن خو خطیبش رحمتی خوایل بیه فرمیتی و منه نحوی اما هر شيء يكون أما بيت الكنابي يكون أما يرنج توريش بيكون منكتر أي تدبيج تورية وكوتي ولا تدبيج تورية كقول الحريري وكو قول حريري خاوني مقامات حريري مقامات حريري تام بسو ملجا ها بسو تام مقامات حريري ها شيء ده واري وزاني. والله بقى غيبتي نقول شيء بله. مقامات حريري بل لها مشتيك هي عالمية كبناي محمد حريري بصري لدورو بري سالي بيانصو شانزا رحمتي خوي اللي بوفاتي كدوا لشواصو شاصوشش شواصو تلوشش لدايك بوا بيانصو شانزا وفاتي كدوا. فن كتابتي فن مقامات التي تشوي لغة عربة فن أدبية زياتر إيش لسر أم روان بيجي وأداي قصة بشوازي جوان وسجع أوانئك لقال بحكاية شاشتك عن الجريتو شخصيتك كاب خاوني باسك وكسب أي جريتو إتر هل دورو بري باسي أو شخصيته تشوين أيو تشوين أيو تشي ما كردو تشوين ما كردو هروكو روماني أسا تقريبا مقامات حريري أويك مشهورة لمقامات بتايبتي يكم يكم مقامات يكدان رابي بيالين مقامات بديع الزمان إتر وي يكم مقامات للغة عربة دان راوك لدورو بري صالي سيصعون أو بينج وفاتي كدوا دواي مقاماتي ابن نباتة دواي مقاماتي ابن ناقية أو جا شوارا مقامات كدان راو اللغة العربة أم شوارا أم مقاماتي حريرية ومشهور ترين مقاماتي شا مقاماتي عربية نازل نبليم چن مقامة
چند مقامي نازانم بخوا زور زوره يعني مقامي اسكندريه مقامي برقعيديه مقامي بصريه مقامي بغداديه مقامي بكريه وهكذا بيا اروات تبريزيه وحجريه وحراميه وحلبيه وحلوانيه ودمشقيه ودمياطيه ودينارية ورازيه ورحبيه اتحروا بيا اروات حتى مقاماتي واسطيه ومقاماتي وبريه واوح جاء ام مقام ام قولك اسا امامي تفتازاني لي ونقلكا هي مقامي بغداديه مقامي بغداد لسرتاي او مقامي بغداديا شيخي حريري رحمه اخوي لي بي افرميو خو بيو متنقس كان لزماني كسي كو اجرته نوسينك اي خويتي بس كسي اكا بخاوني باسك علي روى الحارث بن همام قال ندوت بضواحي الزوراء مع مشيخه من الشعراء هذا بينة المراعاتي سجعوانك لا يغلق لهم مبار بغبار ولا يجري معهم ممار في مضمار فأفضنا في حديث يفضح الأزهار إلى أن صفنا النهار فلما غاض در الأفكار وصبت النفوس إلى الأوكار لمحنا عجوزا تقبل من البعد وتحضر إحضار الجرد وقد استتلت سبية أنحف من المغازل وأضعف من الجوازل فما كذبت إذ رأتنا أنعرتنا حتى إذا ما حضرتنا قالت حي الله المعارف وإن لم يكن معارف إتر أوابيا أروها تا أقات أمجيكي خمان ألي فمذ إغبر العيش الأخضر وزور المحبوب الأصفر اسود يوم الأبيض وبيض فود الأسود حتى رثى للعدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر تو دي بابش ينسى الباس فمذ إغبر العيش الأخضر يعني جيان كيخشوه عيش وجيان يك بوخوي رني صوزو دروشاوو جواني هيا بداخو يساوى توزيلين يشتوو كالكينا معو وزور المحبوب الأصفر والله محبوبي أصفر إجلي ما ندور كوتوتو محبوبي أصفر يا ملاجيا والله محبوبي أصفر ألتونا يعني ألتونا برسونا ما أكشي رويوه خوي محبوبي أصفر يعني إنساني كي رنج زرد دي أو معنى مقصد نية توريك آلي ريه ملاجيا لا مشاية معنى قريبي هي ومعنى بعيد شيء محبوبي أصفر عادة يعني خوشويسي كي رنج زرد بس محبوبي أصفريش أكريب معنى كي تريبي يعني ألتون كرنج زرد هر خوشويسي لاي خلق جائسة ليرا أمان مقصد جا لو كاتوك الدنيا آوى جيان قشتي شيوا وو تنبوتا وو برسيتيو وآلتون بدوسو نما وو اتر اسود يوم الابيض لو كاتوا اتر من روشي سبي بدوسو نما وكشير رشبو وبيض فودي الاسود ام بنجاين مولاتا نشتي سري شمسي لكي قشتي سبي بوا اي انسان خافت اخوات شون قوي سبي بي حتى رثى للعدو الأزرق والله دجمني سرسخت إيش بيجم قرياني بومدي رثى لي العدو الأزرق عدو أزرق يعني دجمني تشاوكوا بويا بي عدو أزرق شو قاعد يقول روما كان دجمناتي إسلامي عن كلهم ملاجة شان شان شين بوا بويا
كسي زور زور سلسخ بيلا دجمناتيا بيلا عدوي أزرق يعني هو الروماني قديم وابوه دبري رثى للعدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر خوزم ومردنيك رني سورة أي مردني رن سورة يعني كشتن يعني خوزم بكشتن خوزم بكشتن يا ماي تواو فالمعنى القريب للمحبوب الأصفري أوا تروخو معنى عبارتك ماكشي ليك داوا بس بابش ينسر شاهدوا باسك إخوان فالمعنى القريب للمحبوب الأصفري هو الإنسان الذي له صفرة معنى نزيكي محبوب أصفر يعني شي يعني مروف يكا رنج زردة تخوش أيو رنج زردة بلام والبعيد الذهب جاء آليرا وهو المراد ها هنا إبا نتيجة فيكون تورية شكا تورية أو يكتو وشيك هبية دو معنى هبية نزيكي يكو دور تو لكاتي بكار هنا نا دورة كيوما بس بي إيه باش بلام إيسي إما برسيار يك معنى ملك بابلم دو برسيار الحملة جوابي كان من داوة بيشتر وتمانو شيء ألوان كبا جمعي هاتوا جمعا لغويكي مرادة جمعي نحويكي مرادنية يعني دوانيش بيها ربية دي سيري نمونكي يكم كبالفعل دوانا بس أم نموني إيساك حريري هي ناوتي وإمامي تفتازاني استشاري فيك الدواء ناولا أها العيش الأخضر أويك المحبوب الأصفر أودو يسود أوسي الأبيض أوتوال إبيض أوت نعزم الأزرق الأحمر رنجي دنيا بكارينا كابي بو أما أقر ألوان جمعي نحويش بيرقيناك بس بو أويك من أبي جمعي نحوي بيك أبي هل بجمعي نحوي مقرى ملاك شكو جمعي لغوي فرانتر اللي جمعي نحوي أيو شكريته وش تتريش دو دانش بهر جمعة أو جابي أمانة داوة والله ميسيه ما إشكالي كتير معنى ملاكين لباسك إشكالك تشيه بابشي نوسر عبادتك عبادتي تعريفي أنباسي تجبيجة لسرتاوة علمك كتعريفي كير فرمي شي فرمي بأي يذكر في معنى من المدح وغيره ألوان لقصد الكناية أو التورية تخواي وشون تيغن لو عبادتك حرب الراس بالراس حرب الراس چون نیلی تیگه و هست نکن لهمو رنگ کانا کنایه هیا و هست نکن لهمو رنگ کانا توریه هیا ایوانی ملاجیان و ظاهره که واقعیه علی بی ای یذکر فی معنن من المدح و غیره الوان لقصد الکنایتی او توریت ایسا نمونه یکم اتمن لهر دو رنگ کانا کنایه هیا ایوانی ایسا بو ام نمونه دوان بلین چی قالين والله لهمون رنگ كانا توريه هيا بوهي امامي تفتازاني افرم ملاجيان ليرا وليابا وجمع الالوان لقصد التورية لا يقتضي ان يكون في كل لون تورية بداخ وكما توهمه بعض اگر كومول رنگ بجاري باسكرابن بقصد التورية خو او ما بس نيبيجي ولا با لدانه بداني رنگ كانا همي توريه كابي بنتيجه ليك لو رنگانا توريه بي قصدك ديتدي بلان بدا خو خلقي لي روات يگيشتو تي بخو ام رنگانا بي کو کو كرابن ابي هر همو يان توريه كابي دي بوچي وای ملائك تو كابي اگر بگرينو بو باسي كينه كه شرط وين قسي كيلو جرب نا اتان قسي كيلو جرب أتوعين بيجين جمعي ألوان بو كناية شرط نيها مرنة كان كناية تيابي قيناء أو نمونا خمان هنا ما نوا هدو الرنة كناية تيابي بس رنة نوالا همو كناية تيابي تمام دي وتمان لتدبيجا قصدي كناية هيا يا قصدي تورية هيا
أي إخوان أخوارا إخوان أخواس أجر قصدي معنى حقيقي كابو محسين تيايا إيش يعني حقيقي معنى كأخويا بينه أخو تيايا إيش تيجي عن تيايا نبخ أجر قصدي معنى مجازي كي بكري بو شكو محسناتي لفظية نبي محسناتي معنى أي أو الفلان أو 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 ككوتوت بيني كناية وتوريك إن شاء الله بمانعة الخلوة إن شاء الله أخوش اللي ابنك يا نسيوتي يعني شو مانعة الخلوة يعني قيشك بعد كان كبيكو كبونة تو داني كان كناية بداني كان توريك هذا شيء ما هو مانة كله طالما رنجة قيشك يخبر العيش الأخضر وزور المحبوب الأصفر رنجة هني لو رنجانك باسكراون كنائب وكوتيش مان كابية جمعي بين كناية وتورية كيشينية وزحيسة اتبال لسر ويلحق به بوسين ليلة ملك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.